النسبه ديال الحصى كاس. غادي ندير شويه طلبة طلبايا مخلطه بواحد الطريقه ها هي طرف فيها كلشي داكشي المقويات ديالها مخلطه مزيان مخلطه بلا ترب. ندير فيها ديال الطلبايا الاولى نخلطو كاملين نزيدهم باش تكون واحد بحدا واحد. كلشي هادي غير كيوم نديرهم طرف ديالها ها هي طرفها ضروري تكون طرا خلطة مع نزير، ضروري تكون خلطة مع التربة مع نزير تكون في المقويات والماكلة ديال الماكلة اللي غادي تاكل النباتات لا ياكلو الورود خصهم يكون الماء تكون التربة مزيانة مكانش التربة مزيانة أنا كاين شي أنا يسكريك والو من بعد ما درناش الترابا عاد نزيدو شويه الترب الترب نخرجو عشتها الترابا الحلا الترب كندير واحد شويه هو اللي نمشي نزيدو شويه شويه الترب شويه شويه الترب ولا نخسر الترب تربا الحلا سير النجاح سير النجاح ديال الحبقه ديالي هو هاد الخدمه اللي كندير دابا هاد الخير هذا كلشي مزيان ان شاء الله كلشي غادي يكون مزيان ان شاء الله الرحمن الرحيم. هاد الحبات هادو هما فردتهم واحد شويه سلمية. هذا المبرة كنقولو ليها كتعجبو ليها أنا في السجاد ولا حنا المبرة بسم الله الطريقة باش غادي نزيدها لكم ها هو الرسمة إن شاء الله حاولو نحيو ليها الجدر الجدر حاولو يحيو معاه شوية باش غير كلشي مع طرابة غير بقاو ولا ما يدعوش تيهم الماء أمكن الماء أمكن تبين هاد الجدر على مزيان يبان غير باش غير تشد ماشي تزيد مع طرابة عندنا في السجاد وهنا كنمشي معايا كتجري معايا كتحضر يا احنا بسم الله ها هي احنا سيدي دابا ها هو الله تعالى نضغطو عليها من النص على التربة ديالها باش ما يخمش لينا الجزرة ديالها باش ما الجزرة ديالها بغا يموتو كتزيد لها التربة وكتزيد لها التراب ولا كتزيد لها التربة المهم النبات خصو يبقى ما ياكل
ضروري خصنا بنت يتلاقى ما ياكلو. هذه هي الطريقه اللي كندير انا باش تسقلي على خير. هذا هذا هو جاهز جاهز للعرض. شتي هذا هو زوين. ها هو دابا سيدي غادي نزيدو الجدر ديالو خصو يضغط ونزاب يتخرب الجدر ديالو يكون بخير باش تخرب الترابة كربلا الترابة ديما نقولو خص كربلا. اي فوالا حنا دابا بسم الله عاود نسيبو شي حبة أخرى عاوتاني أنا ندير فيه جوج الروب الأحمر باش ما يتعفنوش الا بقى مزوين هكا راه كيتعفنو دغيا كيتعفنو دغيا بالماء الا كانو هكا راه دغيا كيسرحو مع التراب دغيا كيعاودو يمشيو مع التراب الا حيدتي لهم هادو بحال هادي الطريقة هادي حاول تبينو مع شوية حاول ما تسدوش بقاو مزيانين. فوالا هدا في الصفر هدا زوين شتي حاول ما نبقى ديما التراب الجزر ديالهم خصنا نبينوهم بحال هكا باش ما يتعفنو صراحة راه ماشي ساهل ماشي شي حاجة صعيبة ماشي شي حاجة لي هما يبتو راه هادو كلهم راه كيعيطو الزريعة كلهم كيديرو الزريعة ديالهم من هنايا تكون زوينة دغيا كتصدق حتى هي كاع من هاد الزريعة. ها فوالا واحد صفر واحد الأحمر هاي السخ هذا مزيان دير لي كامل الطلبه ديالو فوالا نحاول نضغطو على هاد البلاصة لي فيها الجدور فيها الجدور نضغطو عليها باش ما تعفنش لينا بالماء وهاي الناس كنسقوها من الجدور مبقاش نسقو على البادور ديالهم منسقوش فوق الجدور نسقو من الجناب
سيدي بك كيفاش دايره بخير؟ هذه الطريقة نضغط عليه هنا زيت الجزر، نضغط على زيت الجزر هنا باش متعفنش من الجزر إلا خلى الماء. هاد الخير هدا ضيعة ساهل ضيعة ولا خير ولا شتي نزيد واحد أخر ضيعة تاني تاهو ندير فيها الجزر هادو ولا الطريقة دائما هما الجزر كي كتلقاهم باينين دغيا كي كتلقاهم مشبكين كي كتلقاهم إلا بغا يبداو وبحال هادي كتكون هكا دغيا كتصدق هادي تكون الجزر ديال هكا يكونو مزيانين دغيا كيصدقو هادو هما شتيهم هاهي نفس الطريقة هاهي واحد شوية الكهربا من تحت تهز واحد شوية الفوق هما شتي هاهي كتر بزاف كاملة هذه الطريقة اللي كنديرو من هكا من هكا كنديرو هاد الطريقة هادي جميع لي بولي كندورو جميع النباتات ديالي هذه الطريقة باش تقطع كاملين ضروري تقطع على هاد الجزر فيه الجذور ضروري تقطع على هاد البلاصة هادي مزيان هنا كاين الجذور دخل فيه التراب مزيان ما تعفنش الجذور المهم هكا وجدنا ديك الساعة راه ساهلة كلبل فيهم التراب خصها تكلبل واحد شوية بحال هكا صافي هادشي هو اللي كاين هذا حتى هو موجود أنا نجيبو لاخر حتى الله تعالى كندير فيه جوج دخية وحدة ما في مشكلة غادي نعرضو هذا حتى هو هذا حتى هو راه مكيتحلها في الشمس دابا راه الشمس غربات هاهو يسخن الغياء إن شاء الله تعالى غادي نديرو ليه نفس الطريقة تاني نحاول نحيو هاد الجذور شتيهم نحاول نبينهم واحد الشوية هذا راه كيكون في الطوق كبير الطوق ديالو كبير هكا هاد الغريع كيكون خد صغاري بحال هادو هذا راه كيكون سالك الغريع كيكون كبير طريقة نفس الطريقة نحاول نجبدها بالجزر عاوتاني الجزر كامل نحاول نبينوها باش الغريع يستقل لنا في التراب الغريع ها الأسبوع واحد يبان لك ولا كيفاش نحطو نفس الطريقة
تنزل فوق باش نضغطو على البلاصه اللي فيها الجدر. كان ها الطريقه كلهم خص تضغط على البلاصه اللي فيها الجدر مزيان، هنا خص تضغط مزيان على فيها الجدر من الطرف من الطرف. هذه برك كتقلب على السوس كتولي مفتحة، تبارك الله كتولي وين وين اللي كتمشي السوس كتمشي معاها حتى هي. نوار الشمس، ماشي نوار الشمس ديك الزريعة اللي كنعرفو، إنما نوار الشمس هذا كيقولو لي تا هو كيتحلى مع الشمس وكيمشي كيمشي مع الشمس، والشمس كيكون هو زاهي كيمشي الشمس كيمشي حتى هو. الطريقة ديالو هي تا هو نفس الطريقة. هادشي اللي كاين. دابا غادي نجبد لهما غادي نقلبو بهم. هذا عاوتاني نفس الطريقة، هذا تبارك الله الجزيرة ديالو مسبكين شوية باش ناكلهم شوية بشوية تتشكل بين العروق. هنا الجزيرة ديالو كامل خصني نبدا السلمية ديال السلمية السلمية اللي بها زوينة سيدا مكيبغول علينا تتا نكون تلميذ لا حول ما أمكن بينا كلهم خصهم يخلو عليهم واحد شوي يبانو بعدا على الأقل باش يبدا يشد. حنا متسحرة ولا شي حنا بعيدنا مع الجزر هادو كلهم مزيان هنا ولي ما نحطو عليهم ما شابا غادي نكملو كيما بغات. السلميرة زوينة تاهيرة زينة النعلاح فتاهي ربي زينة السلمية ديال بنات فتاهي تبرد السخون كتكون هي زوينة تبرد تبرد العرق تبرد الأعصاب.
الثانيه ديال النوار الشمس بلون اخر. دابا راه مسدوده حتى هي كنعاود طلع الشمس نوريها لكم في التصويره. الى طلعت الشمس كتولي واعره، الى طلعت الشمس صباح كدوز النهار كامل عاد كيبدا العصر يقرب كتبدا حتى هي كتجمع هادشي لي كلها خصنا نديرها. نصحو ليها الجزر ديالها كان جات باش ما يتعفنش في وسط الضربه، هذا هو لي مهم. الجزر ديما حاول ما امكن تبينهم باش ما يتعفنش في الضربه. ياك ولدي ماشي زوين ولدي فوالا نفس الطريقة اليوم كامل كيما درنا الأولانية نديرو التانية فوق الزر ضروري فوق الزر ولكن النبتة خصك تضغط عليه مزيان تضربك باش ما يشربش الماء هو من جهة الزر يشرب الجزر هما خصنا نقلبو على ما من الجناب، الجزر هما خصنا نقلبو على ما من الجناب ديال الكرة، هادشي هو لي كاين، أو في الجناب هكا خص يكون تراب مكربلة، هاهي هادشي ديال الكرة، لأن هادا كرة أصلا عاودة ماشي الأولى، هادي تاهي راه كتبختها واخا نعاودها كتبختها راه خير مزيان، بسم الله.